احنا بس عايزين يعني نروح لموضوع تاني، اخدكم الموضوع تاني كده. فريق كرة القدم، فريق كرة القدم طبعا انتوا عارفين انه خلص مباراة جوهانسبرج امبارح، جاي بطيارة خاصة من جوهانسبرج، هيجي بطيارة خاصة لهنا لترانزيت في أسوان عشان الطيارة تاخد طبعا تتزود بالوقود وتطلع على الدوحة مباشرة. طبعا دي كانت لقطات مسجلة من على الطيارة وهم طالعين من جوهانسبرج. خليني اقول لحضراتكم كمان انه الفريق كان ممكن يريح، كان ممكن يريح له يوم وده طبيعي او يومين لسه بدري ماتش الجمعه الجايه، ولكن الفريق فضل والجهاز الفني والنادي فضل ان اللعيبه تروح الدوحه مباشره عشان يستعدوا كويس وعشان كمان يدوا للمباراه حقها وكمان عشان الاجراءات الاحترازيه اللي في الدوحه عاملاها. فكان لازم يكون معانا كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي من اسوان. اهلا بيك يا كريم. اهلا بيك يا كابتن هيثم، طبعا كل التحيه ليك ولكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي. كريم طمنا عن البعثة، السفرية كانت عاملة ازاي، الترانزيت، الاخبار، هتتحركوا امتى على الدوحة؟ الحقيقة طبعا يعني نقدر نقول بعد التأهل لفريق النادي الاهلي والمباراة الأخيرة أمام صن داونز، يمكن قرار الرائع أمام كده إن هو وجود طائرة خاصة مباشرة طبعا اليوم الثالث، توجهنا 12 أو 12 ونص صباحا إلى أسوان، 7 ساعات و50 دقيقة وصلنا إلى أسوان. لكن أنت عارف طبعا كابتن هيثم بيتم تزويد الطائرة بالوقود وعامل سيرفيس طبعا أوقات كبيرة للطائرة على أن تتوجه في خلال 10 دقائق بكثير قوي كابتن هيثم، نتوجه إلى الدوحة في رحلة تستغرق 3 ساعات أو 3 ساعات وأقل، وبدوافع جديدة بقى وبرغبة جديدة وتحدي جديد لفريق النادي الأهلي ومباراة السوبر الأفريقي، بطولة غايبة أكيد عن فريق النادي الأهلي وعن ثلاث بطولات النادي الأهلي. لكن على الأداء اللي بنشوفه مع الجدية الكبيرة ومع مجلس إدارة النادي الأهلي كابتن محمود الخطيب المتواجد في كل خطوة مع فريق النادي الأهلي، حافز ودعم كبير جدا، فيا رب إن شاء الله بإذن الله يفضل الدعم ده متواجد ويستطيع النادي الاهلي ان يحرز اللقب الغائب عنده لعب بطولات النادي الاهلي. رحله اكيد شاقه لكن بنؤكد كل مره ان وجود طائره خاصه ده كان امر مهم جدا ساعد فريق النادي الاهلي بشكل كبير، فان شاء الله باذن الله كل التوفيق للنادي الاهلي. اقدر اقول لك دلوقتي احنا خلاص بنتحرك يعني نخش على الرنوي دلوقتي يا كابتن هيثم، فدعواتك بقى ودعوات كل جمهور النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله نعود من قطر بالسوبر الافريقي ليدخل دولاب بطولات النادي الاهلي. ان شاء الله كريم يعني، ونتمنى لكم كل التوفيق. بس بسرعه كده قبل يعني ما تتحركوا طمني عن الاصابات، الفرقه كامله، الدنيا ماشيه ازاي عشان نطمن على الفريق اكتر يا كريم. والله يا كابتن هيثم انا اقدر اقول الحمد لله الكل جاهز بالنسبه للاعيبه النادي الاهلي، يعني الحمد لله الفتره اللي فاتت كان عدد كبير من الايام في جنوب افريقيا في ساعه تامر الظاهر بشكل طيب جدا، حمدي فتحي الحمد لله طمنا عليه بشكل كبير، علي معلول كمان اللي خلاص خد جرعات تدريبيه للكره تدريجيا بيخش بشكل جيد، يعني مع مرور الايام بقى ان شاء الله كابتن هيثم ممكن يبقى علي معلول بشكل كبير في التشكيل الاساسي او على دكه البدلاء، قيمه كبيره جدا على لعيبه النادي الاهلي، اكرم توفيق ابشر كل اللعيبه الحمد لله ما فيش اي لاعب بيشكي من اصابات، ده امر كان مهم جدا في مباراه السوبر. لكن انت عارف مباراه صن داونز ليها حسابات خاصه مع المدير الفني بيتسو موسيماني اللي ادار المباراه فنيا بكل جديه، لكن مباراه السوبر الافريقي ان شاء الله ممكن نشوف عدد من العناصر اللي غابت عن النادي الاهلي خلال الايام الماضيه على راسهم علي معلول وحمدي فتحي، لكن الاهلي بمن حضر ده شعار المرحله وشعار كل لعيبه النادي الاهلي. طب بدر بنون اخباره ايه، طمني عليه بصفه خاصه. لا يعني مفيش حاجة يعني مفيش حد من اللعيبة بيشتكي بأي حاجة، ده بدر ربيع ياسر أيمن كله مفيش حاجة، يمكن هو كان ضغط كبير للماتش وكان فيه التحامات يعني شفنا اشتراكات كبيرة، لكن مفيش إصابات نقدر نقول إصابات قوية تعطل النادي الأهلي أو تأثر على خط الدفاع في النادي الأهلي. تمام. طيب كريم يعني بسرعة كده برضو عايز أعرف يعني في الدوحة هل في برنامج توزع اللاعبين؟ هل اتقال لهم البرنامج حتى يوم المباراة ولا ده يعني هيتم تسليمه للبعثة فور وصولها؟ لا بالتاكيد يا كابتن هيثم طبعا يعني ممكن طور وصلنا مباشره ان شاء الله باذن الله، يتم اكيد بعقد الجلسه مع الجهاز الفني كابتن سيد عبد الشكور كابتن محمود الخطيب طبعا كالعاده، يتم طبعا وضع البرنامج الخاص بالتدريب للملاعب كل الامور دي، لكن هي امور معتاده على فريق النادي الاهلي يعني وجبات الافطار والغداء والامور دي خاصه ومعتاده علينا، لكن هي ملعب المباراه وتحركنا والامور الخاصه مع الاستفاره دي اللي هننتظرها ان شاء الله بعد وصولنا من خلال 3 ساعات من اللحظه اللي انا بكلمك فيها كابتن هيثم، ان شاء الله باذن الله تصل بقى النادي الاهلي بالسلامه ثم يتم وضع البرنامج الخاص حتى موعد يوم المباراه بمشيئه الله. طيب يعني كريم برضو قول لي يعني برضو يعني هل حصل اجتماع بعد الماتش ولا كان يعني كل واحد في غرفته وبعد كده توجهوا للمباراه؟ يعني هل كابتن يعني بيتسو موسيماني اتكلم مع الفرقه عن حاجه فنيه ولا ما حاولش ده واساب اللعيبه تفك خالص عشان لما يروح الدوحه؟ يعني نقدر نقول هي كانت لحظات بسيطه ودقائق بسيطه للفرحه كالعاده طبعا يا كابتن هيثم، انت عارف يمكن النادي الاهلي وقدره وتدخل المباراه وتدخل البطوله وتطلع تغلق الصفحه تماما بكل ما فيها بحلوها ومرها، يمكن بيتسو موسيماني ادى وقت بسيط جدا لعيبه النادي الاهلي فرحه مع الغداء مع طبعا
بعض طبعا الجاليه المصريه اللي كانت متواجده هناك طبعا، كان في تورته وكان في اهتمام كبير جدا من زوجه موسيماني لكل اللاعبين، لكن مباشره خلاص عقب دخول اللاعبين الى غرف خانه الملابس انتهت الفرحه وانتهت الدوافع وتجددت الدوافع بقى بشكل كبير لمباراه السوبر الافريقي. ما كانش في اجتماع نقدر نقول اجتماع كبير، على ان كان في كلمات مهمه جدا ان لابد ان احنا يكون في تركيز المرحله اللي جايه، لابد يكون في تركيز في مباراه السوبر، بطوله مهمه وان شاء الله باذن الله النادي الاهلي يقدر يحققها دي. زميلنا العزيز كريم احمد من مطار اسوان بشكرك شكرا جزيلا، يمكن جاوبتنا على بعض التسويقات المهمه وطمنتنا على الفرقه بشكل عام.